السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ده موقع اسمه تاسكينج مانجر، ده بيبقى مسؤول عن ان احنا نعمل مهام على موقع اوبن ستريت ماب. بنتفق مثلا احنا عايزين نعمل حاجات 3 دي مثلا، او نتفق ان مثلا لو حد عنده مثلا مكان فيه رشوة او كده بيعمل كليك، فناس كتيرة تعمل كليك في مكان معين، فالناس تبدأ تنتبه مثلا المحليات او البلدية فيها مشكلة. فهي معتمد على الاوبن ستريت ماب، وطبعا كان في زلزال كبير مشهور وقدروا ان هم يصوروا الاماكن الحوادث وكده بحيث يساعدوا جهات الانقاذ انها تتشارك وانها تقدر توصل بسهولة. فدي مشاريع موجودة اغلبها دلوقتي عشان الظروف الحالية على كوفيد 19، تمام. بس ممكن تعمل حاجة مثلا خاصة بالانفجارات، لو في اي انفجار او في اي حادثة تدوس، فالناس تبقى عارفة ان المكان ده فيه مشكلة، بالذات ان مش واحد بس اللي هيدوس، ده اكتر من شخص. زي ما انت شايف في حاجات كتير جدا هيت، وتقدر تقول له شو ماب، فيبدأ يوريك الخريطة ويقول لك الاهتمام الاكبر موجود فين، يعني دولة اللي مهتمية بالمشروع ده اكتر وهكذا. فبيقول لك مثلا ان في هنا حاجة اعتقد في نيبال المشروع دوت، أو مكتوب على النبال. ممكن تعمل حاجة خاصة بإيجيبت أو بأي دولة أنت موجود فيها. ده بتعمل فلتر، بتقول له مثلا أنا مهتم بإيه الحاجات اللي أنا مهتم بيها، تمام، بتاعت. فيبدأ يجيب لك المشاريع الخاصة بيك مثلا كوفيد 19 مثلا. طبعا الخريطة بتاعت الأوبن سورس أوبن ستريت ماب هي أوبن سورس، وفي برامج كتيرة جدا زي اليومن، وفي انفرا ووركس، في برامج كتير جدا بتعتمد انها تاخد المعلومات بتاعتها من الاوبن ستريت ماب، لان انت تقدر تعدل فيه وتقدر تحط المعلومات الخاصه بيك بسهوله. مش الشركه بس هي اللي بتعدل، لا، الناس برضو بتتعاون وتتشارك المعلومات. هم عملوا حتى الان 96 مليون بيت اتحطوا في قلب الخريطه. وطبعا في حاجه اسمها اوبن ستريت كام كام دي برضه معتمد على اوبن ستريت ماب، بحيث ان احنا بنصور الشارع اللي احنا ماشيين فيه. يعني وانت ماشي راكب العربية بتثبت بس الموبايل بتاعك وهو يبدأ يصور الشارع عامل ازاي، وتبدأ تبقى المعلومات كلها موجودة. انا حاليا موجود في قطر، فعملت جزء اهوت اللي انا مشيت فيه اللي هو دوت، تمام. كل واحد في المنطقة بتاعته ممكن وانت ماشي رايح الشغل تبدأ تمشي ومشغل الكاميرا بحيث اي حد يجي يبدأ يشوف الصور اللي في المنطقة دي عاملة ازاي بالشكل دوت. وبعد كده البرنامج بيعالج ال مثلا يبقى عارف ان في هنا مثلا الشكل دوت، وانت بتقدر تاخد 3D للمشهد ده بعد كده، بيتجمع كله في حاجات 3D. وفي ناس بتخش بعد كده GPS بحيث انها تبقى أدق وأكثر إمكانيات يعني، تمام. ممكن تدخل هنا على الليرن، بيقول لك إزاي تعمل الموضوع أو إزاي تشارك، بتختار المشروع وبعد كده تختار التاسك اللي أنت هتعملها، وبعد كده تبدأ تشتغل من خلال أوبن ستريت ماب. فهو التاسكينج مانجر ده هو ده اللي بندير من خلاله القصة دي. هحط لكم الرابط إن شاء الله أسفل الفيديو.